وكذلك نعيش 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، وربما نخرج من هذا البرنامج ونرتحل إلى الدار الآخرة سنوات معدودة، ثم بعد ذلك نموت ونحن في الدنيا. أما في الجنة اجتماع بلا تفرق، قوة وشجاعة وفتوة، يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل. الله أكبر. ثم بعد ذلك انبساط وفرح. الله سبحانه وتعالى يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم بعد ذلك كم حنعيش في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر خالدين فيها أبدا، انبساط بلا نكد ولا كدر، وحياة سرمدية أبدية بلا انقطاع ولا موت.